مطلبنا اليوم في الاليح المثنى اهل الرحاب واهل الباديه، مطلبنا عندنا محطه كهرباء. هاي محطه الكهرباء صارها عندنا 4 سنوات يوعدونا محطه جديده. المحطه القديمه اللي عندنا محطه صغيره بالاحجام يقولون 16 ما تتحمل كهرباء، وسووها مراشنه 4 سنوات. اول سنه بالمراشنه يعني خلينا نقول بيها مجال، ثاني سنه قامت للاسوء، ثالث سنه للاسوء. هسه احنا كهرباء ما عندنا بالمية مية، يعني ماكو كهرباء عندنا. فهاي المحطة يوعدونا يعطونا عليها وعود، يعطونا وعود بعد شهر بعد شهرين بعد 3. هاي صارت 3 سنوات ماكو. شلون ما يأثر الواقع الزراعي؟ هو الواقع هو بالنسبة للزراعة، احنا قيام الزرع هو على الكهرباء، هو على الكهرباء. هي اذا ماكو كهرباء شنو بعد؟ تأثر على الموسم الزراعي هذا، وأثرت على الموسم القادم اللي انتهى، أثرت 50%. كهرباء لا اكو، شارع لا اكو، دعم لا اكو، وعود كاذبه. يقول لك الكهرباء، احنا رايحين الكهرباء بعد اسبوع راح تجي محطه. احنا اشتغلنا على هذا وكلامهم هذا، والعام بنفس الموسم قالوا لنا بالكلام هذا. وهسه احنا الموسم الزراعه هذا بدا، اللي جايز النفط سحبوها ويعطيك اجازه ويطلب منك جبايه وانت متخلف وانت صاحب تجاوز، وهي اصلا كهرباء ما موجوده عندنا. يعني انت محسوب ماخذ كهرباء بس كهرباء محسوب 10% كهرباء ما عندنا، 10% كهرباء ما عندنا للصفر. وهي قال لها هسه هي انتهت، انت تزرع وتجيب كيماوي وتجيب وتوفر كل خدماتك توفرها، بس هي عليمن الركيزه الاولى، عليمن هي الركيزه الاولى الكهرباء، الكهرباء استخراج الماء بالكهرباء عندنا. العام صار عندنا بشهر العاشر انجمعنا هذا المحطه مالت الرحاب، وقالوا خلال اسبوع ان شاء الله خلال شهر تيكم المحطه. الوادم العام ايش سوت؟ كربت وذبت بزر وذبت كيماوي ووسعت المسافه، وتالي يشهد الله بعض الحواصيد ما طبت منين؟ من قل الماء والكهرباء. هذول الرحاب كلهم مسعلم، بعضها جعانه ما انحصدت، اتله ما تلو فلست منه. عقب ما تخسرت بزر وكيماوي وكراب ها وساع مسافه وبعدين افلست، على اساس يبوا المحطه، والمحطه مو المواعيد ان شاء الله على التحموله، على التحمولة وماكو نتيجة ماكو.